الإغاثة والإصلاح في اهتمامات الجميع، شعار وضعته جمعية لامي فورتان عنوانا عريضا لجمعيتها العمومية الأولى والتي تهدف إلى إصلاح المسيرة عبر مراجعة الدستور واللائحة الداخلية، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية بكلمات لجنة التنظيم المختلفة والتي تضمنت الصعوبات والتحديات الراهنة والظروف الاستثنائية لانعقاد الجمعية العمومية الأولى. بعد ذلك تحدث الأمين العام للجمعية حسين انقارو عن الخطوط العريضة للعمل والأهداف المرسومة لجمعيته، مثل الإسهام في العملية التعليمية والتدريب المهني للشباب وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل والمشاركة في الحملات التوعوية من أجل نشر السلام والتعايش السلمي بين جميع طبقات المجتمع التشادي. عقب ذلك أتيحت الفرصة للحضور بتقديم الاقتراحات والملاحظات حول الدستور واللائحة الداخلية المعدلة بنسختها الجديدة والتي تقضي بميلاد جمعية جديدة تعرف باسم أسلام فورنجام، وبقراءة برقيات الشكر المقدمة إلى مؤسسي جمعية لامي فورتان وإلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه السيدة الأولى هند ديبي إتنو على دعمهما السخي ووقوفهما مع الجمعية لتحقيق أهدافها المنشودة، إضافة إلى أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في الجمعية العمومية الأولى لجمعية لامي فورتان التي انتهت أعمالها هذا اليوم.